المجموعة اللي هم كانوا قريبين قوي بالشيف اللي هو وهشام موجود حنفي و... اللي هو بالحلويات الشرقية والكلام ده كله. فمعروف كل لما نخش المعسكر البسبوسة والكنافة لازم تيجي بقى على الأوضة، انا خلاص لازم خلاص. هو ده الباور اللي عجبنا بكره. فكذا مرة نتقفش، كاب سابت الله يرحمه كان يمشي ورا الراجل الشيف يحط ايده ورا ظهره كده، انت رايح فين؟ يقول انا رايح فيتهدي كده، فيقول انا رايح لكاب سمير، يقول له يا ابني ده عنده كله زيادة، يقول له اصل غصب عني معلش، طب هيزعل بقول لك يا كابتن سمير، بس المرة الجاية الوحيد اللي كنت لاقيه ياكل، انت عارف في الفندق اللي احنا كنا فيه بدون ذكر اسمه، كان في حته دايره كده تلاقيه ياكل ويفضل يتمشى ايه في الطرقه، يهدم عماره عماره من الضحك، يهدم عماره قبل زياده. عماره كان ملك معالي قبل المباراه كده بيوم او يومين، فتحس انه ممكن ياكل اتنين تلاته عماره شو سويت. بس كانت اجواء جميله. لكن عامه كابتن بقى بعيد عن الاكل، طبعا ده المنظر ده مهم جدا يا كابتن، وده هي التكاتف، ودي قبل المباراه ان خلاص كله على قلب رجل واحد، وان كله بيجتمع وبيقرا الفاتحه، عشان يعني مباراه فعلا صعبه، مباراه على امل كل الاهلاويين يبقوا بكره ان شاء الله في حاله مكسب. فده التعهد او العهد اللي دايما بياخده لعيبه الكوره في اخر تمرين يا كابتن سمير. يعني بالنسبه لكابتن سمير، الجزء بقى اللي حضرتك انت بتركز فيه زي ما كابتن ماهر بيتكلم وكابتن شريف بيتكلم، تركيز بقى انت هتعمل ايه بكره، ده كانت بتبقى في ليله المباراه مختلفه يا كابتن سمير. ان شاء الله طبعا شفنا الصوره مع الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الطبي والاداري، يعني تلف حوالين بعض وفي ترابط وفي حب، وان شاء الله تكون فاتحه خير على النادي الاهلي بكره ان شاء الله نكسب. احنا محتاجين هدف واحد. من وجهه نظري هتكون مباراه رائعه من حيث المستوى الفني والبدني. ده طبعا استاذ الجيش يا كابتن، يعني ده التمرين الرئيسيه بتاعت الفريق ان شاء الله في الملعب ده. انا وجهه نظري ان هي هتكون مباراه رائعه ومن حيث المستوى الفني والبدني، وطبعا كل فرقتين عارفين بعض وعارفين طريقه لعب بعض. كل مدير فني من الفرقتين كابتن حسام البدري طبعا سمعناه قال ان مباراه مهمه، ومباراه بالنسبه لنا طبعا حياه وموت. النادي الاهلي لما بيكون عايز مباراه زي كده بيوصل لها بياخدها. لعيبه الاهلي في الماتشات الثقيله والماتشات الحاسمه بيبقى عندها شخصيه المكسب، دي مهمه جدا. ان كل جيل بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيستلم نفس المسؤوليه ونفس الروح وبيجيب بطولات للناديه. فانا شايف ان دور اللاعبين بكره ان شاء الله يكون ايجابي، لازم يكون في توازن، لازم يكون في هدوء، ما يكونش في صربعه. كل دي عوامل بتأدي للفوز والنجاح. بالاضافه طبعا انت عندك بكره جمهور عظيم جاي لك الاستاد 50,000 متفرج، ودي دوافع من دوافع النادي الاهلي، يعني تحس ان طالما الجماهير رايحه ان انت تكسب. بالاضافه طبعا للفنيات اللي موجوده ودور اللاعبين الكبار اللي هم بينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجوده، ان المباراه دي مباراه حاسمه لازم نكسبها. تحفز نفسك، لازم يكون عندك روح تتحمل المسؤولية، لازم يكون عندك صبر ان انت لو الهدف اتأخر او حاجة دي مهمة جدا، ما تستعجلش، الهدف هيجي. لكن مفيش صربعة، مفيش حد يخرج عن النص. تعليمات الكابتن حسام بكرة لازم يكون في توازن، مش هيبقى في عشوائية من النواحي الهجومية، لازم يكون في توازن ما بين الخطوط. ما نعملش زي بعض الفرق ان هي دفاع وهجوم يعني الخطوط مش متناسقه والثلاث خطوط بعاد عن بعض ويبقى في جاب، لا كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف تخصصه ايه. صحيح. الهدف هيجي. ويعني بوجهه نظري ان الفرقه مستعديه ومتحمله المسؤوليه وكلهم الحقيقه فت. اتفرجنا عليهم مباراه الرجاء كانت بروفه كويسه. صحيح. وكله ادى اداء راقي جدا. ان شاء الله بكره نبارك للنادي الاهلي اداء ونتيجه، مع ان انا ليا وجهه نظري كابتن شريف وكابتن ماهر ان المباريات الحاسمه اللي زي كده مش محتاجه اداء جميل قوي، انت محتاج هدف تكسب فقط لا غير، انما الاداء ممكن يجي على مستوى بقى بطوله مجمعه او دوري عام الكلام ده كله، انما ماتش زي بكره او مباراه النهائيه بتحتاج هدف ونتيجه، خاصه وانت بتقابل فرقه في كل خط فيها عندها اتنين كويسين. يعني فرقه محترمه جدا، واهم حاجه انك انت عشان تكسب احترام الاخر. اكيد هم محترمينك الحقيقه جدا. هو اتكلم على حته الاحترام الاخر، وهم برضو يعني بالنسبه للمدير الفني برضو اتكلم على النادي الاهلي، لانه احنا بنجبر يا كابتن بقى الفرقه الثانيه باسمنا طبعا الكبير كابتن بالاحترام طبعا في الملعب، بسرعه الاداء، بسرعه ارتداد. انت عارف احنا فاروق لاول مره هنتكلم في حاجه، انت بتعرض لي دلوقتي اللعيبه بتعمل الورمنج اب اللي هو احنا بنعمله. انا لسه عايز اكلمكم على التمرين دي يا كابتن اللي قبل الماتش. انا بعرف مين اللي هيلعب بكره ومين مش هيلعب من الورمنج. انت عرفت كده؟ اديني كده التشكيله. عبد الله السعيد مش هيبتدي. الله ماشي.
انا معاك يا كابتن. يعني عشان بيجري ورا يعني؟ لا في في انت حاسس الخطوه الخطوه فيها خوف شويه من من الزياده عشان ما تعطلوش يعني بيبقى حاسس بنفسه. هنشوف يعني ما نعرفش ما بس انا حسيت كده وانا بتفرج على لعيبه في لعيبه يعني شايف محمد نجيب بيجري ازاي خطوطه متعب نفسه خطوطه عامله ازاي ما يعني حتى لو بديل خدت بالك يبقى محتاجه هيبقى انا مطمن كجهاز فني ان هو الراجل ده فت. طب هشام يعني محمد هيلعب بقى كابتن ما دام قدام صح؟ ما تعرف ما انا ما اعرفش هو بص يا شيخ خلينا ناخد بقى تليفون واحد من جيلكم يا كابتن واحد من نجم من نجوم خط دفاعنا ودفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر.